يسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج فوالة. إن شاء الله اليوم بتكون فوالتنا غير، وأكيد هذا آخر يوم من أيام شهر رمضان المبارك اللي كان ضيف وايد خفيف علينا، وأكيد كل عام وأنتوا بخير وعساكم من عواده، وأيضا عيدكم مبارك، عيدك مبارك عواطف، ويسعد مساك حبيبتي. ويسعد مساك. شو أنت تقولي الكلام فجأة خطر في بالي إن طافن 30 يوم فعلا. ما شاء الله بسرعة، وكانت ليالي حلوة برفقتكم أكيد، ومكانها خالي بعد سهام أكيد. نوجه يسعد مساك وعيدك مبارك، وإن شاء الله يعني كانت هالثلاثين يوم فترة حلوة بيننا، واليوم بعد مسي على مشاهدينا، وبعد نقول لهم كل عام وانتم بخير مقدما باكر إن شاء الله العيد. واليوم ضيفنا نوخذ صالح أحمد بيستكمل لنا حوار البحر، بنروح البحر وبنستكمل هذا الحوار الجميل، وأكيد خالاتي بعد بيكونون ويانا اليوم. يسعد مساك ويسعد مساك، ورحبي بضيوفك يا مروة إن شاء الله. طب بس قبل أن نرحب بضيوفنا نبغى نتأكد هناك شو فيه في نخي نخي اليوم، لأن الكل عيبة. أنا سمعت إنه في حبة حمراء. في حبة حمراء. صح. بقى. إن شاء الله. يعطيك العافية عواطف. حبيبتي الله يعافيك. والحين مشاهدينا بنرحب بضيفنا الأول، وهو شاب إماراتي حصل على درجة البكالوريوس في مجال الهندسة المدنية ومؤسس حساب مشاريع الإمارات، يتطلع دائما للتعرف على هذه المشاريع عبر زيارته للمواقع المختلفة والتصوير بأفضل وأجمل صورة. رحبوا ويانا بالبلوجر أحمد صلاح المرزوقي. ضيفنا الثاني أيضا لليوم في برنامج فوالة هو المسرح ونقطة انطلاق نحو الإبداع والابتكار في الإخراج والتمثيل. ضيفنا اليوم ممثل ومخرج مسرحيات، بدأ في المسرح من مع مسرح الطفل إلى أن تطور وأبدع في مجال التمثيل والإخراج، وأصبح له أعمال درامية وإخراجية. نرحب بضيفنا سعيد الهرش. يا هلا ومرحب فيكم أستاذ أحمد وأستاذ سعيد. يا مرحبا بك. مرحبا بس. الحين سلام. عيدكم مبارك. عساكم من عواد ان شاء الله انكم انتم بألف خير. يا هلا ومرحبا فيكم، نورتونا. شو تحضيراتكم للعيد؟ والله الحمد لله خلصت اليوم كل شيء من ناحيه الملابس وهالامور، وطبعا دوم كل عيد لازم هذا الشيء يصير معي اني نعم. اتاخر لين اخر لحظه والزحمه واجهز كل شيء، بس الحمد لله كل شيء جاهز ان شاء الله لباكر زياره الاهل والاقارب، ونعيد عليهم ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. استاذ سعيد الله حيكم. يا مرحبا بكم في برنامج فوالة، وانا سعيد جدا ان اليوم موجود في اخر يوم، وللحظ اني انا عيد على الناس من برنامجكم من منبر قناه الفجيره. التجهيزات حق العيد تعرفين احنا لازم ان اخر الايام نكون شو اسمه نجهز حق اخر يوم، يعني على اساس انه قبل المغرب ان العيد الاربعاء. نعم. وقوي تقول بكرة. صحيح. لغاية ما صفينا اليوم بكرة. كانت اليوم صدمة للجميع إنه هو العيد باكر، فأحس يعني اللي ما سووا شيء وما جهزوا للعيد فات عليهم الوقت يعني. لهم الاستعدادات ما أعتقد إنها جاهزة، بس باقي التشطيبات الأخيرة. تشطيبات الخياطة تودي الدوبي، الحين نخليها لآخر لحظة. صحيح. أحمد خبرنا ماذا تعني كلمة بلوجر، وخاصة أن اليوم أغلبية المشاهير في السوشيال ميديا أصبحوا يستخدمون هذه الكلمة كبلوجر، بيرسونال بلوجر، والثاني اللي هو بابليك بلوجر، شو يعني؟ خلينا نبدأ نتكلم بشكل عام. نعم. البلوجر أو الفلوجر، الفكرة هي أن محتوى يتم التكلم عنه في فيديو، هذا اللي بشكل عام. ولكن حاليا الفكرة صارت أن الكلمة معناتها ان شخص يصور نفسه، سواء كان سيلفي او الكاميرا مان يصوره، ويبين حياته اليوميه او يبين المحتوى اللي بيقدمه، المحتوى اللي هو مهتم فيه وطوره ووصل كفلوجر معروف. نعم. هذا هو الاسم المعروف حاليا بين الناس. نعم. استاذ سعيد ممثل مسرحي ما شاء الله، وتلفزيوني، وايضا مخرج مسرحي، الاكثر شيء تحس انك تميل له والاحب لقلبك يوم تشتغله تحس ان هذا انا، هذا مكاني وهذه رسالتي؟ سعيد الهرش من استوه في المسرح. نعم. يعني انا عشق المسرح، استمتع فيه، اميل في حقه، بس مرات نروح للاشياء الثانيه. نعم. بس الميول اكثر المسرح. المسرح كتمثيل ولا كاخراج؟ هو تشوفي التمثيل سهل، الاخراج صعب شوي. الاخراج تلاقين صعوبه انك انت تطلعين صوره جميله، بس لازم تكون عندك خلفيه تمثيل عشان انت تبدع في الاخراج وفي التمثيل. نعم.
استاذ احمد، شو اللي شجعك ودخلت لمجال السوشيال ميديا بهذه الطريقه القويه، وليش اخترت انك تكون بلوجر؟ شو رسالتك في البدايه قبل لا نتكلم عن الانستغرام ودخولي للانستغرام؟ انا من وانا صغير كنت حاب اعرف اكثر عن المشاريع اللي تم تنفيذها في الامارات. نعم. وكنت حاب اكتشف هذه المشاريع. في البداية كانت عن الموضوع، كان عن مشروع يتنفذ في الإمارات، وكنت أفرح وجود هذه المشاريع. وبعدين دخلت لمجال الهندسة، كيف يتم بناء هذه المشاريع وشو التحديات اللي يتم تنفيذها. وكنت أتابع بعض القنوات اللي يقدمون دوكيومنتاريز خاص لهذه المشاريع. نعم. في بعد وجود الإنستغرام والفيسبوك والسوشيال ميديا، لأن السوشيال ميديا ما كان موجود قبل، كان عندي أول شيء حسابي الخاص، وبعدين قلت ليش ما أفتح حساب ثاني. كان في سنة 2014 في رمضان. نعم. شهر 7 تحديدا، ففتحت الحساب وما كان لي هدف من وراء، إنه بس صور، هذه كبداية أنزل صور بشكل عام، حتى الصور مش صوري يعني، كانت صور الناس. نعم. مع الوقت شفت الناس هوايتك كتصوير. هو صراحة بديت أنا ما لي شغل في التصوير. نعم. ما أعرف شيء اسمه تصوير، حتى لما اصور الكاميرا مثلا واحد يقول لي صورني والصوره تطلع ما تبي تشوفينها. فبعدين يعني مع التطور المستمر في الحساب اضطريت اني اتعلم. نعم. بديت اول شيء بالتليفون، بعدين الكاميرات، بعدين الكاميرات البروفيشنال، الدرون وغيره. يعني مع الوقت تعلمت في الفيلم ميكينج والاديتنج. بعد بروحك ولا اكاديميا؟ والله بروحي. نعم. لأن يوم أسير لي مشروع أبى أبين صورة شكل المشروع بأفضل ما يمكن، لأن ما شاء الله مشاريع اللي موجودة في الإمارات الناس تحسد عليها. ما شاء الله. يعني كل مشروع أقوى وعملاق، طبعًا كل مشروع أكبر من الثاني. فيعني هذا اللي جذبني إني أنا أصور بأفضل ما يمكن. صحيح. ولين الحين أتعلم، أنا ما أقول إني بيرفكت، لين الحين مواصل. ليش أغلبية البلوجرز الموجودين في السوشيال ميديا الآن أكثر شيء يركزون على موضوع الصور، وأغلبيتهم على فكرة يدرسون أيضا أكاديميا ويصقلون مواهبهم لطريقة إبراز الصورة بأفضل طريقة، لأنها أصبحت اليوم ممكن أن يعني نقول أن هذا الشخص فعلا أنه يستحق المتابعة أو لا عن طريق صورة، أنه هي بروفيشنال والكواليتي وايد زين أو لا؟ ليش؟ هو هم يعني في بعض الفئات يبون يتعلمون بشكل أسرع، أن الصورة تطلع يعني ما يبى يتأخر في نزول هذه الصور، يعني يبى يكون بروفيشنال في خلال. نعم. سنة، لأنه يبى يكون مع الزمن اللي فيه حاليا السوشيال ميديا. أنا ما نعرف يمكن السوشيال ميديا راح ينتهي يوم من الأيام، فيمكن يبى يعرف أكثر في وقت أقل فيتعلم. أنا يمكن خضالي أكثر من 4 سنوات صراحة بس عشان أضبط. نعم. يعني او يعني مثل ما يقولون انه واحد يوم يمارس الشيء يتعلم. صحيح. فانا تعلمت من خلال الممارسه، ويمكن بعد يمكن ادخل اكاديميه واتعلم اكثر، يعني اوصل. نعم. للبروفيشنال هاي ليفل. نعم. اللي يقدمونها في الافلام مثلا والدوكيومنتريز، بنشوف ان شاء الله. جميل. ليش لا؟ استاذ سعيد، نحس اليوم ان المسلسلات التلفزيونيه عندها ضجه اكبر، اعلانات اكبر، مساحه اكبر، متابعين اكثر، مشاهدين اكثر من التمثيل المسرحي، ومع أن التمثيل المسرحي أصعب من التمثيل التلفزيوني، صحيح؟ هل أنت مع هذا الشيء، أن تحس أن فعلا التلفزيون فاق المسرح؟ أكيد طبعا. أنت اليوم لما تتكلمين على انتشار سريع. نعم. اليوم في المسرح أنت في علبة، الناس اللي داخل محدودين، ربما التواصل الاجتماعي واللي راح يصور ممكن راح يطلعك شوي. أما في التلفزيون اليوم نحن بس من نفطر الله أكبر نتريى المسلسل الفلاني يطلع، كم شخص يتابع هذا المسلسل؟ اليوم أنت راح تنتشر سريع. نعم. معها بالعكس، يعني أن التلفزيون ينشرك، إذا أنت في المسرح تنتشر 10 سنوات التلفزيون ينشرك بيوم. صحيح. شفت المقارنة كي. فعلا. أستاذ سعيد، أنت ممثل مسرحي وأيضا مخرج مسرحي، إذا كان عندك كمخرج ممثل مبتدئ وحسيته مرتبك وايد وانت بديت بالتمثيل ايضا، شو النصيحة اللي توجهها له؟ شوفي، التمثيل اول شيء لعبة. نعم. موهبة من الله سبحانه وتعالى، مثل لعب الكرة. اليوم انت اول بداية تدلعينه، تخليه يستمتع، تخلينا يحب الشغل هذا.
نعم. مثل اليوم اي حد اليوم ضيف المهرجان ضيف البرنامج عندكم ربما يصادف الكاميرا اول مره، فتلاقيه تعتب لغايه ما هدي اعصابك وتشوفينه ما تعصب كمخرج انه هو مرتبك وانه لا شوفي اذا عصبت انا راح اوتر اكثر. صحيح، هي توتر من داخل، لابد اني اتوتر من داخل واسوي. بس انت اذا مثلا اليوم تشوف مثلا مزوقي ناجح عنده، يعني نظرتك انه في المستقبل راح يطلع شيء صح، فلازم تتحمله، لازم تقعد عليه يقعد ويكمل مشروعه ويقعد ويمثل ويستمتع. بس مرات قولتهم كل واحد يا واستوى ناخذه، لا ما يستوي. صحيح. يعني انه ما يفيدك هذا. نعم. بس ربما يفيدك في مجال ثاني في المسرح، ديكور، اضاءه، مصمم ازياء، سونوغرافيك، يعني هاي الاشياء هذه. نعم احمد. نعم يقول لك المرزوقي خبرني اذا انا حابة اكون بلوجر او احد المشاهدين الحين اللي يتابعنا حاب يكون بلوجر، شو الطريقه؟ اول شيء لازم يعرف شو الرساله اللي من الاي تو زد. من اي تو زد اوكي، خذ راحتك. اول شيء لازم يعرف شو اللي المحتوى اللي بيقدمه. نعم. ولازم يعني يظهر المحتوى اللي هو يحبه واللي. نعم. هو يعرف يقدمه، يعرف شو المحتوى. وبعدين لازم يتعلم شوي شوي وصبر في الموضوع. اوكي من اول مره ما راح انجح، من ثاني مره يمكن ما راح انجح، راح ياخذ وقت لما اوصل للمستوى المطلوب. ابدا حبه حبه اتعلم كيف الفلوجرز ينفذون تغطياتهم. الفلوجرز العالميين ولا العرب تقصد؟ العرب او العالميين. نعم. مع ان العرب وايد يتعلمون من العالميين، يعني في. نعم. كثير منهم يشوفون من العالميين ويتعلمون منهم ويتعلمون من الاثنين، يعني يبدا يتعلم شوي شوي. لازم يعرف متى يصور المشروع الفلاني، متى الانسب ينزل التغطية، متى ايضا وقت الذروة في متابعته وفي لايكات لصوره. صح. وفي لازم يعرف مع الـ مع الـ سواء كان انستغرام او فيسبوك او يوتيوب، لازم يعرف متى ينزل توقيت تنزيل يعني مثلا الصورة. اذا بينزل عن شاطئ وبحر وناس ينزله في الصيف ماشي مشكله، بس لو في الشتاء ما ينفع، منو بيصير لك، منو بيصير الفندق في فصل. صحيح. الشتاء، فلازم يعرف الوقت المناسب. نعم. لازم يكون واثق من نفسه، ولازم يتحمل ردود الأفعال اللي تيله. أنا في البداية كنت أضايج، بس بعدين لا، لازم أطنش. وعندك شيء اسمه بلوك، عندك شيء اسمه ديليت، تقدر تسوي اللي تبغاه، يعني أنت متحكم الحساب. نعم. فالأفضل أنك ما ترد على هذه الفئات، تكون صبور في هذا الموضوع، ولازم تكون واثق من نفسك، ولازم ما تكون فيك. نعم. يعني لازم تكون على طبيعتك، لأن في النهاية الناس بتعرف. نعم. بتعرف أن هذا في بعضهم يستخدمون الكاميرا عشان يبرز اسمه. صحيح. أن يبى يبين نفسه أنه هو شيء، في النهاية يمكن هو مو بالمستوى اللي يبين فيه في الكاميرا. نعم. فلازم يكون على حقيقته. هذه الرسالة، هاي أكبر رسالة. نعم. حاب أوصلها لكل فلوجر. أحمد أنا. نعم. درست إدارة الأعمال، كل اللي قلته درسته في الماركتينج اللي هو التسويق للسلع. هي. وللمنتج. صح. صح. المشكلة أني أحس أن في السوشيال ميديا أصبحنا اليوم نسوق لأنفسنا المنتجات واللي. صح. هي نحن. هل تحولنا لمنتجات برأيك أو سلع على السوشيال ميديا علشان نحن ندعم أنفسنا ونسوق لأنفسنا عبر السوشيال ميديا ولا لا؟ والله هذا اللي لعبة حاصل، لعبة السوشيال ميديا الكبيرة هذه. هذا اللي حاصل، يعني صار الفلوجر يدور الفلوس أكثر من السمعة. نعم. يعني مثلا شخص يروج لمطاعم أو أكل، المطعم أكله مو بالمستوى المطلوب وهو يزيد الكلام، وبعدين المشاهد يوم يجرب الأكلة يقول شو هذا، فما في مصداقية، فالموضوع. صحيح. كله بفلوس. نعم. في البعض يبدون صح، بس يوم يشوف الخير خلاص يغرق خلاص وبعدين يخترب كل شيء وياه. صحيح. ايضا بيضرب يعني بشكك بمصداقيته امام الناس. صحيح. بهذه الطريقه. استاذ سعيد تضحك على الموضوع شو رايك في هذا الموضوع؟ خبرنا. لان الحين السوشيال ميديا دشت علينا جامد، يعني ما اعطتنا مجال ان احنا نفكر او شيء. نعم. اليوم انت الماركات تحصلينها في اسعار جديد، تدشين السوشيال ميديا تحصلينها باقل اسعار، كيف ما تدرين هل هم مشعوذين ولا شو ما تدري بهم. نعم. ومثل ما قال هو المصداقيه، اليوم انت مثلا انا عرضت ماده، هل انا عرضتها هل هي صح ام اني انا. صحيح. بس كذي عشان اني ماخذ مبلغ مادي وحياك الله مع السلامه. اوكي وين الضمير؟
صحيح. يعني مثل ما قال اليوم انت انا اسس حق عمري، انا سعيد الهرشي اليوم اسس حق عمري، خطصير. بخصص لك السؤال استاذ سعيد، هل الممثل نقدر نقول انه نحكم عليه انه هو فنان او ناجح عبر متابعينا؟ اذا متابعينا وايدين فوق المليون هذا الانسان ناجح او هذا الممثل ناجح، واذا هم مو وايدين فهو شخص غير ناجح واعماله غير كفيله بانه يعني غير اليوم غير موجوده. اليوم انا طلعت برنامج فواله، نعم، بطلع برا بتصل حق احمد بقول له ابغي متابعين مليون متابع الحين، نعم. بطلع خمس ثواني عندي مليونين متابع، هل اكون انا ناجح؟ نعم. لا لا، المتابعين هذول تشترينهم الحين، الحين كل اللي يبغي يبدي قال لك والله ايفون اكس وايفون 7 وايفون 2 وهذا، نعم. عشان بس يزيد المتابعين عنده عقب يطالع. صح. فلا بالعكس، يعني الفنان لا يقاس كذا، الفنان تشوفينه تستمتعين بتمثيله. اليوم مو بشرط يا اخي، انا من سعيد الهرش متابعيني 500 شخص. نعم. انستغرام ما احب الانستغرام، ما احب السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا اليوم. وانت بالاساس اعمالك اصلا كنت بنقع اصلا. لا عادي، لان اخر يوم وفاطرين ماشي مشكله اصلا اعمالك هي اللي تتحدث عنك. نعم. شوفي يعني الفنان رصيده، نعم. اسمه مثل ما قال اليوم، اذا انا ببدا عندي مثلا من سنه 2000، نعم، بعدني لليوم اتعلم، لين باكر اتعلم ولين قدام بعدني بتعلم، ولو نجحت وهذا صحيح. فلازم اتعلم، لان اذا ما تعلمت ما راح انجح. نعم. فالتواصل الاجتماعي مثل ما قلت لك انا لا يرفع ولا ينزل. صحيح. اليوم انت حتى هم في السناب قام يزخون الناس اللي تزيد المتابعين وهذا. صحيح. اصبح في شركات وفي اشخاص. صحيح. احس انه ايضا في فيك لايكس وفي فيك كومنتس، يعني لاحظنا مؤخرا وايد هذا الشيء واستغلال. يعني اليوم انا اشوف مقابل يعني مبلغ مادي اصلا، يعني صغير. وهل هذه البرامج الحين ينتبهون لهذا الامر؟ يعني بين فتره وفتره، يعني في بعض المشاهير عقب ما شلوا يعني من الانستغرام شلوا نسبه من الفيك اكاونت، عقب ما شلوا تشوفين المتابعين نزلوا، وين راحوا؟ كان 100,000. العديد من الفنانين وقعوا بهذا الفخ، ان فجأة كانوا 3 ملايين في يوم واحد 1 مليون، ففضحوا اعمارهم في هذا الشيء. نفس الاسهم هذه. وحاب نفس الاسهم ابوها. وحاب اتكلم عن نقطة بخصوص التمثيل. حبيبي. التمثيل موهبة عظيمة. يعني واحد اذا يقنعني في حزنة، في فرحة، تمثيله وجوده في الفيلم او في مسرح شيء كبير. ينزلون من مستواهم وبعدين يسوي لي دعايات رخيصة وهالأمور، حرام يعني اسمك بيروح. صحيح. أنت في عندك تفضل أستاذ. الفنان قبل كل شيء لازم يكون صادق مع نفسه. صح، لازم. يعني أنا تأسست تحت أساتذة، يعني لدرجة والله كانوا يضربونا بنعال عزك الله، بس عشان تتعلم. ليش الفنان يكون صادق مع نفسه اليوم؟ أن أنت شو دورك في العمل؟ صح. لازم تؤمن أن هذا دورك هو تمثيل. بس اذا انا صدقت مع نفسي اليوم، انت شفتني وكل اللي شافني على الخشبه اؤمن فيني. ليش؟ لانه والله صدق. مرات تكون انت شرير، ما ودك تكون شرير، لكن انت لازم تكون شرير عشان توصل الرساله صح. واصبح عند المشاهدين وعند الاشخاص كلهم وعي الكافي ان يعرف ويميز الممثل الشاطر والممثل المبدع والممثل اللي بيطلع يعني على السوشيال ميديا، واللي على السوشيال ميديا واللي مبتدئ، كل شيء اصبح عندهم وعي. والحلو ان في السوشيال ميديا تقدرين تشوفين اراء الناس عن الممثلين. صحيح. ممثل اذا كان جيد او سيء يقدرون يتكلمون. قبل كان في سكوت تام. لا يعني يخافون بعد احد تروح تشتكي. لا بس عند الاشخاص يقدرون يعبرون عن هي بس اذا النقد بطريقه النقد البناء هي ماشي مشكله. نعم. بس بدون غلط. صح. غلط اكيد. صح. اكيد عندك حساب موجود في انستغرام اللي هو لدعم المشاريع. صح. خبرنا اكثر عن هذا الحساب، طريقه التصوير اللي تستخدمها، المكان، خبرنا اكثر. هو الحساب يسلط الضوء على المشاريع في كل المجالات في الامارات، سواء في الطرق، في السياحه، في المستشفيات، في البيوت والشقق، في المسرح. نعم. زيد بعد في المسرح، ليش لا؟ هي صورنا في الاوبرا، صورت كم من مشروع ما شاء الله، بالعكس شيء حلو في كثير من المشاريع. وطريقه التصوير انها تكون على تغطيه ل
لمدة 5 دقائق 6 دقائق. استخدم كاميرا التليفون العادي ولا هو كنت استخدم التليفون، الحين وصلت لي شوي تطورت في الموضوع يعني. نعم. حاول استخدم الكاميرات، كاميرا سوني والدرون والكوبرو والحركة في الأوزمو. نعم. تعرف الأوزمو كيف الحركة في التصوير يعني عشان تعطيك مصداقية. هي نبين جمالية المشروع نعطيه حقه. المرزوقي بيستوي مخرج عقب تشوفه يعطينا الخطوط اللي لا وين مخرج أنا طريقة التصوير وحركات. شوفي أنا بقطع كلامك، قبل 3 أيام جوني مجموعة يبوا يصورون فيلم يوتيوب باللغة العربية الفصحى اسمه الشموع. عجبني النص، الفكرة عجبتني. نعم. يعني حق يوتيوب، قال والله سعيد نبغيك ويانا كذي كخبرة. قلت له زين، أنا مسرحي ما يخصني في هذا، بس إن اشتغلت مع مسلسلات كثيرة فشايف القطعات والتصوير وهذا. قلت له يلا جرب. والله وأنا قاعد أصور وكذي، وتعرف أنت نخيل، نبدأ التصوير من الساعة 10:30 لغاية 3:30 يعني كله بالليل، وتخيلي في مزارع، الحمد لله أنه رمضان قريب القلعة. فناخذ القطعات هذه، يستغرب المصور اللي عندي، يقول لي ليش تجي؟ أقول له أنت عندك كاميرا من متى تصور؟ يقول لي لا. أقول له شوف، أن مثلا الكاميرا تعطيك اللي تبغي، ما بلازم ان مثلا الحين الشخص هني قاعد وهذا هني، تاخذه في الكلوز نفس المكان، لا غير العب. صح. الكاميرا هي توديك، اهم شيء اساسيات، تعرفت اساسياتها تنجح. صح. اشتغلت فيها شوي خلاص تمخمخ، تعرف فيها كل شيء. لها الناس تصور الحين في استديو وانت تقول واو في لندن، هو هني قاعد في الجيرة. التقنيات اللي وصلوها ما شاء الله، التطور اللي وصلنا له. سعيد، خبرنا عن رايك في المسرح العربي بشكل عام والمسرح الاماراتي بشكل خاص، شو رايك فيه؟ شوفي، أول شيء أنا أوجه شكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي اللي أنا أسميه أبو المسرح. نعم. في الوطن العربي كامل. اليوم الشيخ الدكتور سلطان في كل سنة يعمل مهرجان اللي هو المهرجان العربي في كل دولة عربية، كل سنة يعني يدور. اليوم نحن ما نختلف يعني، مسرح الإماراتي يشارك في المهرجانات العربية ويأخذ جوائز، بس اليوم المسرح العربي يتطرق إلى قضايا. نعم. قضاياهم شوية أكبر يعني، أنت لما تروحين مسات، نحن في الإمارات عندنا الحمد لله كل شيء بخير وسهل، الحمد لله. إذا نتطرق حق البحر، نتطرق حق النواهدة، نتطرق حق التراث الشعبي، نتطرق، فيحصل اختلاف. أما اليوم أنا مثلاً سعيد الهرش، أنا ما عاصرت غزة، ما أقدر أطرح قضيته، وأنا كشاب شو بطرح يعني، أنا شاب شو راح أقدم؟ فالمسرح العربي لا يفتح لك مجالات، وفي تطور لتطور، ويقدم لك أعمال عجيبة وغريبة وتستمتعين فيها. لا. نعم. بس نحن متقاربين يعني. نعم. اللهم الفكر. صحيح. أحمد، عندك شهادة جامعية في مجال الهندسة المدنية، شو أضاف لك لمشوارك؟ أكيد أضاف لي الكثير، أضاف لي وايد أشياء. كبلوجر أقصد. كبلوجر يعني، أنا في بداية دخولي في المشاريع وفي بداية مجالي. نعم. بداية دراستي ما كنت أعرف بعض التفاصيل اللي تحصل في المبنى. نعم. أو في المشروع الفلاني. مع الوقت مع التعلم بديت أعرف أن مثلا السقف هذا كيف ثابت، يستخدمون الكولمز، وين مكان الكولمز، وكيف الأساسيات تتنفذ. مثلا برج خور دبي شفت اساسيات ما شفت مثلها في ولا مشروع ثاني. نعم. فيوم اسير اسال المهندس اقول له كم عدد الحدايد، كم كيف اللود او القوه، لان البرج فيه له قوه، والقوه هذه تنزل لتحت الارض. صحيح. فلازم يكون في شيء يمد هذه القوه لتحت الأساسيات الارض يعني. الاساسيات هي. ف مثلا كيف هذا الأساس راح يساعد في البرج؟ يعني في أسئلة كثيرة، وهو جاوبني وهو يسأل يقول أنت الحين فلوجر ولا مهندس ولا شو السالفة؟ أقول له الصراحة أنا مهندس، مش مهندس يعني، طالب في الهندسة وفي نفس الوقت فلوجر. وطبعا وجودي في المشاريع أيضا يساعد في معرفة نقطة التشابه بين البلوجر والهندسة المدنية، شو الأساسات فقط؟
التركيز على الأساسات؟ لا مو بس الأساسات، كل شيء، حتى طبيعة عملهم، طبيعة عملهم. لو نسير خلف الكواليس نشوف كيف المهندسين كيف حياتهم. صحيح. يعني أنا كمهندس يقول أوكي المهندس بيتعب، بس مو بهالدرجة اللي شفتها. يعني صدق إنه يعطيهم العافية. وأنا تعرفت على كثير من المهندسين سواء عرب وإماراتيين ما شاء الله متميزين في مجالهم. نعم. يعني يشتغلون صبح ليل صبح ليل، حياتهم إن هالمشروع إنه يتنفذ بأفضل ما يمكن. نعم. وما شاء الله عليهم بيضون الوجه. وهالمشاريع اللي تشوفونها في كثير منهم مهندسين إماراتيين. الحمد لله. ما شاء الله. أحمد وسعيد مكملين حوارنا وياكم، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا فاصل سريع وردي لكم لبرنامج فوالة، خلكم ويانا. رجعنا لكم عقب البريك مشاهدينا ويا ضيوفنا الاستاذ احمد المرزوقي والاستاذ سعيد الهرش. الله يحفظك. انقع خلاص. لا عادي، البدليات اليوم كثيره فعلا. صح، متحمسين علشان العيد. العيد تبي تروحين عشان تجهزين. شو السبب استاذ سعيد ان للمسلسلات صدى اكبر مقارنه اذا بغينا ان نقارنها بالاعمال المسرحيه؟ ليش؟ شوفي المسلسلات، لأن نحن متعودين أن في شهر رمضان نشوف مسلسلات. يعني هالسنة أنا ما كان عندي مسلسل، عندي مسلسل واحد فقط وضيف شرف مع فؤاد علي وهي عبد السلام، مسلسل كويتي. فالناس كلها تتابع التلفزيون فلها صدى. يعني أنا عندي خيانة وطن، غمز البارود، خيانة وطن من أجمل الأعمال الدرامية. صحيح. إيه. الكل كان يتابع. إيه. فعلا. فعمل صدى يعني كثير. فيعمل شوف أنت كل مسلسل لك هو يرفع الاسم مالك. صحيح. لابد أنه يكون اختيار جيد، مو بأنك أنت بس اللهم توقف وتشارك، لا. اليوم تختار الشخصية، تختار الأشياء وتبدع فيها. نعم. كممثل يعني، فتزيد أكيد شهرته أكثر. اليوم طبعا خلص رمضان اطلع شويه اتمشي، او فلان الفنان فلان، او المذيع فلان، يا احمد ما شاء الله. فانتشارها سريع، فيروس اقوى. يمكن لان يعني المشاهد يحفظ شكل الوجه اكثر من المسرح، احس لان المسرح المشاهدين صح لانه يشوفونه من بعيد، ولكن احس التلفزيون يعني مركز وايد على وجهه اكثر. ذكرتيني ليش ضحكت؟ كنت مخلص مسلسل غمز البارود. نفس الوقت هو خيانة وطن، شال اللحية بس والشنب خفيف وأقرع زيرو. فتعرف الناس يتابعونك وكذي يشوفونك، فجأة يشوفون اللحية عودة وشعر وشي. يا أخي شايفينك مكان، أقول يمكن مشبه علي، لا والله شايفينك مكان بس ما أدري وين. الحين مو بحلو اني اقول له انا فلان فلان فلان. صحيح. اقول له لا مشبه علي، يقعد ايوه عرفتك بس بتغير شكلك. فبالعكس ترى يتغير الراكور والشخصيه، تتطلب منك اشياء، وربما انت تحط لحيه وتشيل لحيه وتخلي. صحيح. فبس التلفزيون شوف راح يحفظك، اما في المسرح لا، طب راح من بعيد لانه قاعد يطلعك وايد بعيد، صعب ان تحدد ملامحه، خاصه انه ممكن يكون مو بيالس في الصفوف الاماميه ايضا. صحيح. ما شاء الله المسرح وايد كبير ويوسع 500 شخص ولا 1000 شخص، يشيل 800 الحين 1200 وصلوا. حتى يوم يكونون في المسرح اذا في شخص موجود في التلفزيون يظهر في المسرح تصفيق الحضور يكون قوي. فعلا. نحن نستمتع يعني مثلا بيننا وبين الفنانين، طلع مثلا الفنان سين كذي، دخلت انا طقطقه صقفوا لك اكثر، وي صقفوا لك اكثر، يعني نمشي فيها هذه. نفس ايام المدرسه احس يوم الاذاعه المدرسيه ولا يكون في تكريم ولا شيء، هذه اللي يشجعوها اكثر، هذه جروبها يعني مشاغبين. يعني مثلا انا بقوم صفوا لي وايد، انا تستهبلون. خبرنا عن موقف محرج حصل لك في المسرح او في التلفزيون في حياتك، نبى نضحك، شو رايك؟ اي والله وايد كثير حصل لي. سلمت الله، في يوم من الايام انا كان عندي تصوير. نعم. والمدام محمد الله يحفظها ويعطيها الصحه والعافيه. امين. امين. طرش لها من باب التلفزيون كثير، انا شكرت صراحه على تحمل هذا في المجال المزرعه. معنا اليوم عيد مفروض اخلص اجراءي وبعدين. كان عندي تصوير وياي مأخر.
وقالت لي جيب لي أغراض ونسيت من التعب، تعرف أنت طالع تعبان وترتاح. سبحت كذي وحطيت راسي ورقدت. قلت لها الساعة 6 مرت وعيني، يعني قبل الشيفة ما تطلع، لأن شو عندي تصوير يعني يا دوب أنا رقدت يمكن 4 ساعات 5 ساعات. والله أقول لك وافتح عيني أشوف الشمس شت، لا زعلانة ما وعدني، وأقوم وأسبح وكذي وها وأشيل شنطتي وها، وهي تطالعني أقول شوفي يا ما قالت ولا كلمة غريبة يعني، تقول لي وين رايح؟ أقول له عندي تصوير الله يهديك، كذي ما توعيني. قالت أبوي يرقد الساعة 2 في الليل، شوفوا ما عندك ها؟ كيف الساعة 2 الحين؟ أطالع اللي أشوف أزكم الله الليت مال الحمام مفتوح وشفت النور هذا وقمت وسبحت ودشيت داخل. شو حسيت عقبها؟ والله ظليت تميت واعي، تاخذ منوم وتنام. لا تميت واعي خلاص. راحت. كنت يعني اروح دبي اصور مسلسل دبي لندن دبي، كنت اروح دبي يعني الوقت ورن كمان عندي الساعه 7 يكون 7:30، فما فيني عيب يعني الفنان حضوره والتواجد في الوقت فعلا احترام الوقت احترامه والتزامه يعني صحيح، فما فيني حد يتكلم علي، فاقول لك موقف ما انساه لليوم. مرزوقي هلا. شيء حصل لك انت في مجال عملك خلينا نقول ضحك وايد وايد اشياء وايد اشياء، خبرنا اكثر شيء. اكثر شيء هو مثل حادث بسيط استوالي. اوكي. كنت اصعد في الدرج وبكيمرتي. نعم. وانا صاعد زحلقت وطحت، وطحت طيحه قويه بعد. والكاميرا تصور ولا لا؟ الكاميرا كانت تصور. المشكله الكاميرا تصور. ليش ما عادت نشر هذا الفيديو؟ لانه شيء عفوي. خفايا كواليس. خلف الكواليس. لا متفاجئ ردود الفعل والكومنتات على السوشيال ميديا. هذه من احد المواقف. وفي موقف استوالي. نعم. يعني خوفنا كلنا. كنا في مصعد، المصعد مال مشروع يكون قيد الانشاء في مصعد خارجي. المصعد هذا كان في الطابق 25. نعم. وعلق يعني علق مو في الطابق، بين طابقين. نعم. علق. اوف. واحنا شو نسوي؟ كلهم يا جماعة شو السالفة؟ بننزل بنصعد. يقول لا تحاتي ولا تحاتي، والمهندس كان يحاتي من الداخل بس ما كان يبي يبين لي شيء هذا عشان ما أتكلم في الموضوع. وبعدين طولنا من ربع ساعة لما رد اشتغل. أنا هني ما خليت الدعاء ما قلته. كنت خلاص يعني. هاي بعد من المواقف اللي استوت. وفي موقف استوى وياي، كنت مطير الدرون وانكسر وطاح. فخبرنا يمكن ساعة لما ندور الدرون وكله على الفاضي يعني، عقب ما حصلنا الدرون طلع الدرون خلاص منتهي يعني. نعم. فحصل استوى شيء واستوى خلاص يعني. يلا إن شاء الله عقبها إن شاء الله ما في مواقف غير مضحكة، بس ما في لا يتكسر شيء ولا يصير شيء. المواقف مواقفي كلها شيء. نعم. يا ضرب يا. كنا نصور غمز البارود مع أستاذي العزيز مصطفى رشيد، إنتاج شركة جرناس الفنان أحمد الجسمي. كان عندنا تصوير في المزرعة، رايح أنا عندي الأوردرات، الأوردر حافظ الأشياء اللي أنا أبغيها. وصلت هناك عند مساعد مخرج وبقول لك لاكيت ماسك شادي ما سامحك. قال لي سعيد صورت 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 خلاص خلصت. قال لي لا شو خلصت؟ قلت له خلصت خلاص رايح خوست الميك اب. قال لا رجع الميك اب. قلت له ليش؟ قال لي في عندك آخر مشهد أنت تأخذه. يا رجل ما عندي هذا الوردر قدامي. قال لا عندك، هذا المخرج خلقوه عشان انه يستوي ترابط بينك انت وامك واخوك، انك انت همش تكون عصبي وكذي. يا جماعه الخير مين معي؟ قال لي معك سيف الغانم، استاذ سيف الغانم وجهه تحيه، واحمد الجسمي والسمير احمد. ما شاء الله نجوم كبار بعد. قلت له يد الحلال اوكي، انا وامي ما مشكله، انا الصافه انا وسمير احمد، امي في المسلسل الصافه انا وياها، بس الجسمي وسيف الغانم واخر مشهد يعني هذا مال سرعه سرعه قوم روح. قال لي ايه لازم تحفظ. لحول شو اسوي الحين؟ وين كيف اعرف وين الحوار؟ قال هالحوار مش موجود في النص. كان في نفس اليوم؟ هي نفس اليوم نفس اليوم نفس اللي يعني تخيل انا مخلص باقي مشهدين خلاص يعني نخلص. قال له لازم تحفظ. قلت له انت الحلال شو لازم تصير له؟ قال له قلت له اجل اجل بعدين بعدين انا ما اقدر عندي شغل. والله اقول لك وجاب لي ورقتين هالكبر اي 4 ومكتوب فيهم كلام كثير. هاي ما موجودات في النص اصلا. قلت له اسمح لي انا هذا ما موجود. ويعني مصطفى ها حفظت؟ قلت له استاذ وجوري شو احفظ هذا الحين يايني؟
وقدامهم هذا يعني انا يعني كم باقي على تصوير يعني في اليوم في نفس لا نفس الوقت يقول لك الحين تحضر تدخل قال انا قال المصطفى بعد رشيد معصبه وانا ليش ما تعطي الورقه من قبل يحفظ قلت له شوف استاذ ما اعطاني الورقه كيف احفظ قال لا تحفظ غصبا عليك اليوم وسمير احمد والجسم يقول يلا سعيد احفظ وسيف غانم يلا احفظ تخيلي ساعه كامله نزخ الورقه خلاص ساعه عندي واقرا يا الحوار غلط كيف اقول لك اسير عند استاذ سمير احمد اقول له استاذ امي الحين بقول تقول لي الحين مشغوله بعدين 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 لحول جسمي حصل بريك اي استاذ بعزوز قول بعدين بعدين شوفيهم هذيل وحفظت وحالتي حاله واعتزلت مكانتي بروحي واقول 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 اخر شيء تشوفهم يشيلون الكاميرات يشيلون السمان قلت يا ابي يغيرون الموقع الكاميرا بيحطون مكان ثاني قلت ما عليك وانا احفظ كمل ياكلون ياكلون قلت عيب بعد الاكل بيصورون قلت استاذ رجل قال يبي يقص عليك علامه قلت نعم شي يقص علي يا شادي وينك ورك ورا شو يسوي لي اخر شيء يقص علي مقلب مسوي لي علشان تحفظ بس عشان احفظ وما موجود نرد لك احمد كيف تشوف التطور العمراني في دوله الامارات العربيه المتحده وخاصه انك تحمل شهاده هندسه مدنيه التطور اللي حاصل حاليا العالم كله يتكلم عنه يعني هذا مثال على ضخامة ونجاح هذه المشاريع في مجال الجودة في البناء في تصاميم المعمارية اللي تم تنفيذها العالم كله يتكلم وفي تطور في وجود المهندسين الإماراتيين اللي لهم بصمة في هذه المشاريع تطور كبير قبل كان 1 2 3 4 يعدون بالأصابع المهندسين الحين ما شاء الله كل مهندس صحيح. يقدم لك شيء أحلى من الثاني فعلا. وهذا شيء مبشر بالخير الحمد لله من ناحية المشاريع نحن المشاريع اللي تحصل في الإمارات مو في مجال واحد مجالات عدة فرص كبيرة فاتحة لكل شاب إماراتي يبى يدخل في أي مجال في الهندسة سواء في الهندسة الطرق هندسة المياه هندسة الطاقة هندسة الطاقة مو بالنفط ما أتكلم عن النفط والغاز الطاقة الشمسية أتكلم عن الطاقة اللي تم تستورد من النفايات إعادة تدوير إعادة تدوير النفايات واستخدامها كطاقة يعني في تنوع كبير فهذه المجالات كلها تساعد في نمو وتحسن هذه المشاريع فبات الحين في دول يجون يتعلمون من الإمارات فعلاً صحيح يصير الموقع الفلاني ويسوي ريسيرش يكتب ريسيرش كامل عن المشروع مثلاً آخر فترة طلاب من جامعة في بريطانيا كانوا متواجدين في مبنى تابع لشركة بيئة اللي هو المقر الرئيسي لبيئة في الشارجة التصميم من الراحلة المهندسة العالمية البريطانية العراقية زها حديد الله يرحمها الله يرحمها تصميمها جميل 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 ما شاء الله وهم داخلين المشروع هم متحمسين وحابين المشروع بشكل لا يوصف فيتعلمون من بريطانيا يتعلمون عندنا ما شاء الله المشروع اللي على شارع الديد اعتقد هي هذا انا تحريته والله يعني استاد او ملعب يعني رياضي كذي مشروع كبير هو كشكل جميل ويعتمد بالكامل على الطاقه الشمسيه واعاده تدوير المياه والبنيه التحتيه البنيه اللي تم استعمالها تخفف من نسبه الحراره يعني المشروع متكامل غير المشاريع الثانيه لو تكلمت لمباشر ما بخلص صحيح رد لك استاذ سعيد مثلت في المسرح وانت ممثل ما شاء الله عليك يعني خبرتك تسبقك وايضا اعمالك يعني أباك تستذكر الحين أكثر مرة شعرت فيها أن هذا كتمثيل عشته حقيقة وما كنت تمثل وأباك تمثل من هذا الجزء دقيقة واحدة على الهواء الحين بعد يلا علمنا أنا بادي دقيقة ضحكة يلا علمنا يلا أكثر يعني خلنا نقول أنا متعودة على التلفزيون أقول له أكثر فقرة هي نفس الشيء أكثر مشهد أكثر مشهد أكثر مشهد هذا هو أثر فيك فعلا يلا دقيقة حق شو محطين هذا أنتم حق شو محطين عشان تأكلون وين أكل كذي هذا أنت تمثل ولا تتكلم صدق يمثل أقول لك كان عندي عمل مخيل سكتشات كنا نشتغل في العيد بخيل وتعرفين انت البخل ترى مرض صح صح وليس حرص
مرض جي مرض البخل لا 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 خل مثل ما قلت لك دواء جي. نعم. كنا نشتغل ويا الراحل الخميس هاشم الله يرحمه، يقول لي سعيد ابغيك بخيل وكوميدي. قلت له هاي جديده، يا بخيل يا كوميدي، اختار شيء واحد. بخيل وعصبي دوم يون ويا بعض. ايه يعني يبي يعكس هالشيء. قلت له ما يستوي، لان البخيل اذا كان عصبي احسن، بيخافون من الناس وما بياكلون من اكله. نفس الراحل الشاعر سلطان. نعم. يعني تقصد في التمثيل يكون اسهل حتى؟ لا يعني هو التركيبه مثل ما قالت هي بخيل وعصبي. قال لا بخيل وكوميدي، احنا بناخذ مواقف صعبة. قلت له ان شاء الله ايش مالك طيب. والله وقعدنا بروفه شهرين، ربي يقول لي سعيد يا اخي عيب عليك شو فيك؟ اقول له شو فيك؟ يقول لي يا اخي اسلوبك مو بحلو يا اخي. قلت له يا فاء بن عمي شو اللي صاير؟ قال شوف بخيل استويت. قلت له ابوك ما مني والله، من انا بالبروفات وتعودت على المواقف يعني اللي يسوونها. مثلا ازخ القلم عند ابن عمي، والله انا يبيع لك قلم كيف؟ اقول له تفضل. يقول ها ما بغريب عليه، بايبه نفس اليوم، ايبه بعد يومين ثلاث ايام، هو يدور القلم ما لقى نفس القلم مالي. اقول له سبحان الله جيتك انا تاخذه وترده وترده تبيعه. انا احصل الخرده اقول له لا رد هذا القلم مالك، انا شليته بس اشتريته وابعته لك ثاني مره. فالمواقف هذه فالمرات تظل معاك الشخصيه، فطبعا هذا غلط. نعم. انت عشان تتطور لازم انك تنسى الشخصيه، تروح للشخصيه جديده. فهذه الشخصيه تمت في مخي، رحنا البحرين والشخصيه في بالي. يا جماعه الخير تعالوا سووا لي ابديت، حبيت الشخصيه لانها كوميديه وموقف يعني حق. صحيح. شو يبينا انتوا؟ انتوا ما يبينا ناكل بس نطالع حق شو؟ فتمت الشخصية. على فكرة نحن كرمة في التلفزيون فجر، والله هذا للأكل. جزاك الخير. تفضل. أنا مو بغريب عليكم، اسم البرنامج فوالة لازم تفول الحين. تفضلوا وبننتقل لركنة راحت عند عواطف. علشان ما تقول شفت كيف حوش فقرة التمثيل؟ مش فقرة التمثيل طلعت صج. يلا عواطف تفضل. لا فقرة التمثيل للأمانة. يعطيك العافية مروة. الله يعافيك. منورينا ضيوفنا اليوم. النور نور. يعطيكم العافية. ونرجع للنوخذة. صالح مساك الله بالخير، ونا بنستكمل حديثنا من يا مرحبا حياكم الله. يعطيك العافيه وشكرا لانك منورنا اليوم بقسم التراث. يعطيك العافيه. نوخذ انت من يعني من قعدنا معاك حسينا انت وايد يهمك ان توصل هذا التراث كرساله للاجيال القادمه. هذا مو بكلام يعني كلام الله المرحوم الله يرحمه الشيخ زايد الله يرحمه. هاي رساله منه هو. صح. اللي ما له ماضي ما له حاضر. شو كانوا اجدادنا وابائنا اللي عاشوا فيه هاي تراث الإمارات. صحيح. تاريخ وتراث الإمارات غالي لدولة الإمارات. واليوم الشيخ خليفة أوصابه والشيخ محمد بن راشد محمد بن زايد وحكام الإمارات يدعمون تراث الآباء والأجداد، ونحن واجبنا أن نحافظ عليه. أيوة. هاي نحن إذا ما أرلمنا الأجيال كل واحد في مجاله. صحيح. التجارة لها دور والبنيان لها دور وكل شيء له. أما هذا أساس. صحيح. قامت دولة الإمارات للتراث وهذا من تراث دولة الإمارات. الأجيال اللي هاي شو بيتعلم؟ شو ما قبل زايد كان قبل زايد شو كان؟ واليوم الله يطول عمر الشيخ خليفة وصل الرسالة وصل المسيرة الحمد لله لك. هذا اللي شوفين المقتنيات هاي كلها من الطبيعي من الأم، هي النخل أطت ووصلت. بس كل واحد اختصاصه. هاي معدات اللي شوفين انت كل واحد له دور. نبي تخبرنا عنها. بس يعني ما يت الفراغ، يت التعب. الأولين تعبوا حتى وصلوا المهنة هاي. نبي يفهمون الشباب اليوم شو مهنة البحر الآباء والأجداد، شو الشغل الحين. هذا فيه جبال وفي قرعة وفي أنواع الكرب. هاي. مو بكل واحد كرب بعد ثالو حطها بالبحر. لا صحيح. صحيح. الجش حبش والفحل مخصص حق الجبال حق القراقير دوابي ما كان بو ما كان فلين. هاي. غير هاي فهذه كانوا يستخدمونها. ايه شوف الكربة هاي فرق بين الكربة هاي مخصصة هاي مخصصة حجمها الصغير وحجم كبير. شوف شكلها من هني حق جيبال اللي يطفي حق القرقور. الصغيرة حق الجيبال. بس معدات الشبك شو فرق ليخ. ليش هاي عريضة؟ هي. وليش هاي جبهبة؟ لأن هاي مال ساعات وخلص نشفت طلع البحر. هذا مال خضراوي. هذا مال فحل وجش حبش. الخضراوي ما يمتص الماي وايد
هذا لا يمتصل ما يقبل. أيوة هذا أزيد من أسبوع أسبوعين ما يهم شيء بس هذا لو لأن مادة يشرب الماء بسرعة ضغط لا غيره. كيف تفرقون من بينهم بس بالحجم ولا بعد في فرق؟ إنه كل نوخده مو بنواخده اليوم نواخده ما الأول يصنع الله يرحم زايد الرجال هي تصنع المصانع هم صنعوا الأولين هذا يصنع يعرف الكربة من نوعها من شكلها ولو ما يعرف انخلا قال هاي مال فحل هاي مال جش حبش هاي مال خضراوي هاي من كل أنواع النخل بس الخضراوي إذن أصحاب العوامل نحن هاي المهنة مالنا نحن الشيبال هك الصغير والكربة شو نسوي فيه شغل تعب ما كان إذن المعدات غيرها الميخ نحره على النار ونخرم فيه صوبين هالطريقة حتى نوصل ونركب على الليخ شفتي هالشغلة ما يكتم ما يكتمل الليخ إلا في هذه الحبل هذا ما كان إذن شيء ليف النخل شو نسوي قبل لا القنبار وقبل لا الغطف الأوليين لقطوا ليف النخل وجلدوه بروحهم ها نحن نسمي جلد وهي كلها على مستوى دولة الإمارات كل الجلد بس هنا الفجيرة أزيد لأنه ما شاء الله هم أصحابين الشغلات هاي مستمرة أتهم ونحن نتبعهم في راسخين زين أبوي بسأل علامة القرقور أول وش تعلموا فيها بس بالكربة ما لها علامة ثانية شوف نسبة القراقير أول بسيط ما كان عمال وايد ما صح ما حد بس كل واحد عارف مقر ماله أقل نيشان أقل قرقوف في النيشان اليبل زين هو اللي يطلعوا بالشاحوف ما شغل الشاحوف شاحوف ميداف شاحوف وميداف ما هو ما شاحوف والميداف ما كان أول يطلع كم خاصة أنتم في الجيرة ما يطلع أزيد من كيلوين والشاشة ما طلعوا فيها فيه طلعون في الشاشة بعد الشاشة نحن براسية ملا الشاشة في الفجيرة بس معنا احنا الشاشة يطلعوا فيها فجيرة فجيرة معروف نحن ما عندنا الشاشة يطلع يقن ركب النيشان في اليبل يطلع قبل الفجر يوم تطلع نيمة الفجر وحط النيشان نيمة وروح كم البحر كم اللي تاخذه ميل هي لا هناك أول ماشي ميل ماشي ميل ما نعرفون بالأميال بالنيشان النجمة النجمة ومش عليه نجمة وش زين الفجر قبل الفجر يوقط تطلع هي النجمة الكبيرة هذه البيضة نعم تطلع من المطلع هي من المطلع قبل الفجر بساعة الأولين ولا تمشي على الثريا والميزان لا هاي خير حق السفر هذا الثريا والميزان والسايج هذا التاريخ حق السفارة حق السفارة خبرنا عن صعوبات السفر لأن كانت أنا ما سافرت بس السفر تعب السفر الأوليين قصص ماله أنا مارست الكبار المجالس مدارس تعلمت منهم هاي مهنت أبوي خلفني صانعهم بروحي شغل أيدي هذا هل شوفين شغل أيدي بروحي يعطيك العافية بس السفر والغوص مارست الكبار خدينا من 4 أشهر وعشرة أيام في البحر متى يروح يوم يكون هنا عندنا الخب الشتاء هو يطلع لأن بيقاوم أول الشتاء هي أول الشتاء من شهر 11 طلع في موي في هواء من يطلع من الخليج ودش المحيطات استوى هناك هدوء هناك الصيف خاصة بر الهند وهذا البحر يمشي على الشراع حسب السايبة إذا كان سايبة خدمته روح اليوش سفن كبار أبوام زين أبوي نباك تخبرنا عن ربطة البحر حبال البحر الربطات أهم شيء شفتي هالربطات أنا زين الحين الربطات أنا سويت للأجيال شباب اليوم وباك تعلمنا عن الصفد بوشي بطلوه إن شاء الله لأن وقت ما عندنا ما عندنا وقت هذا مو بأني أنا إحنا نبى وقت زيادة بس ما عندنا إن شاء الله هذا الحبل أنا أقدر أجمعه باثنين إذا كان قلص سيارة باليد لأنه شوف استوى بدل واحد سوى اثنين بالفيتة بس الربطات نحن أهل البحر غير ربطاتنا لا مشكلة أهم شيء نبى ربطات البحر هاي البحر لأنهم جيل الحين ما يعرف ربطات يتعلم. البحر عيال زايد هو عيال خير يتعلمون يتعلمون كل بس يبي حد يعلمهم المدارس مدارس مدارس تسوي ورش تعلم يعني والله البيت مفتوح متحف عام زايد مجانا لأبناء الدولة من آخر
دول أبو ظبي لين حدود عمان في جيرة. الله يخليك. الباب مفتوح، أي طالب يبي يتعلم ربطات البحر سمعوا الطاعة مجانا، ويبى يتعلم منة الآباء والأجداد وتأسيس الشبك مجانا. في بعد هناك مو بتعال وبس واشتغل. الغوص خله، الغوص مهنة راحت قبلنا بس أخذناها من الكبار الله يرحمهم، الله يرحمه. اللي يتعلم منه والباقين كل بعد ما شفتي هالمعدات نحن هذا اللي هذا شو ملعومة له موسم مو بتعال بس وضغ العومة له اليوم موسم العومة صح العومة ولا البرية البرية هي البرية كنتي مع العومة لا لا خمس أصناف الحين صفت هي كانت سبعة ومن السبعة صفت خمسة لأن كثر السنزاف البرية رقم واحد الزيناب رقم اثنين اليردار رقم ثلاثة الصفيطة رقم أربعة القلم رقم خمسة الكنيدة رقم ستة سبعة ستة أو خلالو رقم سبعة سبع أنواع أصناف والخلالو اللي يسموه حد يسميه أبو حامر إيه خلالو نحن نسميه أبو حامر نسميه أبو حامر قال يفرح فيه قال عومت السبعين يات بشرت قبل النبا عومت السبعين يات بشرت يوم شوف العومة يضرب ضبقة ريال أخوك أبوك ما في قوم رفيق ما في عمش وأخوش وخالش وعم يتعلم هو صغير أمر سبع أنا رحت البحر أمري سبع سنوات وما في رائد بيئه رائد نوخذ او بحر كما ياخذ ولده يعلمه مهنه البحر رائد النخل وداه وياه النخل ورائد البحر وداه صح نوخذ كنت بتخبرنا عن اسماء الربطات حتى الحرمه والبنت تنبت النخل وتسقي ايه. الربطات الربطات الله طال عمرك ربطات فنيه هاي وايد انواع هاي الربطات هاي ربطاتي وأدر فيه الشباب أباك تعدد لي ربطة وش وربطة وش هذا ربطة وش وهذا ربطة وش إن شاء الله هاي فيه ربطة خراب الخراب عطها لنا للكاميرات ما هم أنا هاي ربطة خراب هاي ربطة من دون طرف أنا كاتب عليها يعني هاي ميزان معتبر هاي فصمتين الحبل وكل فصمت. واحدة استخدام غير إيه الحين هذه فتخة مالنا نحن هي اسمها فت هاي شغلة الحبال مالنا هذا الفصمتين شغلتنا نحن هذا القيد يتقيد فيه حتى لو تقيد بتسوي الخيمة خيمة الأوليات حط قيود هنا الود منه يسمونه حفرة يسمونه ود هذا بسألك قيد الدقل بعد نفسه لا الدقل لا الدقل فيه بياوير وفيه مخطاف وفيه يوش حبل يوش وحبل دامن وايد شغلة هذا اختصاص اللي قد العاملة بس نحن فنيين الرب هاي ربطة ثابتة هاي مشنقة مو المقصود أنها مشنقة المشنقة بس شكلها هي مخليها مشنقة لأننا محتاجين لها نحن الحبل يتحرك بدال ما نقصت لأن أول ماشي إحبال إذن صح. لو كل حبل ركبنا وقصينا ما حصلنا شيء هاي نقلب هذا شوف دبل حبل براسين تقدر تعلج فيه ميزان مثل ميزان ترى تحطه هني وتحطه وهذا ثابت مرت يشله بالقفية تودي فوق وتنزل الحبل واحد بدال عبارة الحين مثلا قل منيور الحين كرينات لا المنيور هي الحين كرينات أول منيور بالحبال بس هالميزان صح الميزان يوم احتاجت شيء انت الوزن ثقيل لازم ميزان يكون متعادل تحطي هذا النص وهذا يشل منه كم وزن 10 ووديه بالقفية فوق هنا تقلب ورد كالآتي وتأخذ طول النهار شغالي ما كانت تم وسائل كرينات في كرينات أول لا ما شوف فيك تم ذراعك بس أيوة كل بدأ ذراعك اليمين نعم نأخذ السفن اللي كنتوا تسيرون فيها شوف. أو القوارب شوف الربطات الثانيين هي تخبرنا هاي ربطات شوف قريب منها بس هاي مخصصة أحل الموديل الجديد الموديل الجديد هذاك نحن نقدر نجلده ونسويه انقصنا هذا ما تقدر هذا الطراريد الحين ايه ترى موديل على الكمبيوتر الحين ايه الكمبيوتر على الطراد ايه الحين الربط هاي حق الطراد لو بيقلص طراد عطلان يحط الميزان هذا ويقلصه فول سبيد ما يهمه لا يروح يمين ولا شمال هذا الباوره الانقر الحين سن وانير وباوره السن محتاج الى حبل خفيف بس الباوره محتاج الى دبل دبل حق الشباب هم عارفينه بس ما ربطاتهم حد منهم ياخذ على الكمبيوتر يقول يحطون لهم بالكمبيوتر يحطها على الكمبيوتر بس يوميا بيطلعوا البحر مربوشين لا ما عليه لا بيتعلمون كل شيء الربطات بس هذا اليوم اذا الحبل انقص رقينا ما استفدنا ما تقدر تجلد مبروم بس هذا لا لو انقطع لا لا اقدر الحين اقطعيه قدامي بشتغل فيه وحده خل حبل الحبل من النخله وهذا كل شيء تقدري لكن هذا مال مكاين نرجع الحين هذا الجديد
الجديد الحين شوف الجديد نحن ما نتكلم عنه لأن الجديد جاهز. اليابان جاء طرش لنا الله يطول عمر الشيخ خليفة الله يرحم الشيخ زايد أسس واليوم الشيخ خليفة مريح لنا كبحار وماخذ أيك داخل السوق اختار شو نوعية اللي اختبها عشاري 11 12 14 18 كل شيء جاهز بالرقم أول لا ها ها قياس نحن ها رايبة الرايبة والصبح هاي شوف الرايبة هاي رايبة حط الرايبة قال 17 18 حط الرايبتين ثنتين قال 11 12 حط مثلا حسب الرايبة وركب القبة هالقبة ها شفتي ما نقدر ما يتال عشوائي نحط الرايبة ونركب القبة القبة هي الأساس تأسيس مثلا احنا مقاس وتضبط معكم الحمد لله ها تضبط الحمد لله يعطيك العافيه ونحن بنستكمل حوارنا بس حاليا ننتقل ويا مشاهدينا لفاصل ومن بعد راجعين رجعنا لكم مشاهدينا عقب الفاصل ويا ضيوفنا في فوال اليوم الاستاذ احمد المرزوقي واستاذ ايضا سعيد الهرشي هلا ومرحب فيكم من جديد مرحبا الله يحييكم الله يحييكم يعطيكم العافيه احمد السوشيال ميديا كيف اليوم تدعم اصحاب المشاريع بشكل عام السوشيال ميديا هو اداه يتم استعمالها في نشر هذه المشاريع نعم السوشيال ميديا صار الحين اقرب للناس من التلفزيون ومن السينما ومن المسرح ومن أي أداة ثانية نعم. صار السوشيال ميديا بضغطة واحدة يشوف مثلا مشروع أو إعلان أو اللي هو طبعا السوشيال ميديا فتح مجال لمشاريع كثيرة مشاريع محلية إماراتية سواء كان في المطاعم في الطبخ المنزلي سواء في الأثاث نعم. بشكل عام فغير غير يغير نمط الترويج وفي نفس الوقت سهل على ناس كثير يعني رزق من الله هل كان في مشاريع صغيرة وأصبحت من المشاريع الكبيرة بسبب السوشيال ميديا؟ وايد ما شاء الله في وايد كافيهات ومطاعم نعم. معروفة حاليا كانت بداية في البيت فالسوشيال ميديا غير وايد أشياء فعلا وشيء جميل صراحة الحمد لله الحمد مسرحية لله. الذاكرة والخوف الله الله ليش لانها فازت باربع جوائز صحيح لا هي خلي الجوائز اصوب كلمنا عن هذا العمل وعن الجوائز وين كانت لان اعرف انها في مسرح كلباء صحيح الذاكرة الخوف النص هذا ظل عندي سنتين سنتين على الرف اقول بشتغل اقول باكر اقول بشتغل اقول باكر اقول بشتغل اقول باكر للكاتب الراحل قاسم محمد الله يرحمه عن رواية ملك لير شكسبير نعم فلما كنت أعمل سيرج عن شكسبير ملك لير نعم إن الكل كان مشتغل لنا كلاسيك والطبع الكلاسيكي والهذا فأنا قلت بشتغل مدرسة أخرى مدرسة ثانية مدرسة سعيد الهرش خلطة سعيد الهرش كانت شخصيتين بهلول والملك فعملت الاعداد في اعداد جبت اللابتوب عندي قعدت تقريبا شهر ونص انا عد في النص هذا وزعت الشخصيات دخلت قضايا اللي انا شفتها سعيد الهرش يعني من جيراننا جميل الأضرار اللي حصلناها من أخوك وربيعك وعزوتك خاصة أنه شيء واقعي فتحس أنه صح إيه فالبارحة يأكل وياكل يوم يسمك فقعدت مخمخ فيها وسوي والوطن العربي مين اللي يخرب هذه الأشياء مين اللي زعزع هالأشياء نعم ضفتها في النص هذا ضفت شخصيات كثيرة عملت محكمة حرق يعني اليوم انت تقسم مالك ملكير كان يقسم ماله بين بناته نعم. من اللي تحبه اكثر في واحدة تقول انا ما احبك ابوي انا كيف هاي لبناتك يحبنك وهن عندهم ازواجهم يعني هي مام الزوجة كانت فتقول انا ما احبك كأبوي يعني ما احبك شيء قال مالك ورث الورث حق
المتزوجات حق المتزوجات انت ما تحبين ويلا تطلعين عصمة. في الاخير البنات اللي اعطاهم الورث راغوا وتمهم وحولته الى جيراننا. اليوم انت الناس اللي تكون صريحه وياك ما تبغيها اللي تجاملك تبغيها. طرحت قضيه واقعيه, واقعية هل جداً. عالجتها ولا تركتها مفتوحه فقط؟ شوفي نحن طرحت القضيه نحن في المسرح انا اطرح قضيه وانت المشاهد تحكم وانت اللي تحل. انت تعالج انت تبغى انت عالجه وانت حلو انا مش دكتور انا اعطيك فرجه بصريه نعم. ولكن في المسلسل اكيد لان مسلسل يمكن حلقات اطول يطرحون المشكله والقضيه والحل ايضا. شوف المسرح في المسرح يا المسرح ما تشوف اكثر القضايا صحيح. يتم تكلم عنها في المسرح. في المسرح انت تحط قضيه قضيه انت تحط قضيه وتروح وللمشاهد حريه العلاج كيف يبغيها علاجها كذي ولا كذي انت تطرح. وايضا في بعض الاحيان نرسم نهايات نرسم صحيح ارسم نهايه نتخيل بس نهايات ايه نتخيل انت كمشاهد تتخيل النهايه لو سوت كذي لو سوت كذي معناته كان مخرج انه وصلت الرساله صح. انت مع كمخرج ان يتركون للمشاهد النهايات المفتوحه في المسرح؟ طبعا طبعا. ليش؟ عشان انه من يطلع من الباب بعد المسرحيه في مخه ويروح البيت بعد ليش المخرج ما سوى كذي ليش ما سوى كذي انا معناتي بعد هذا الشخص عندي انا موجود عندي فلما اعطيك شيء جاهز انت تقول ليش ما سوى كذي. تعرف انا يجيني فضول يعني انا اروح للمخرج او لصاحب العمل اقول له شو النهايه علشان انا ابى اعرف ما يعني اتخيل كل شيء اقول له هذه ولا هذه ولا هذه إيه. عقبها الله يخليك اعطيني النهايه لان مستعيل عليها ابى اعرف النهايه. في المسرح ولا في التلفزيون؟ في المسرح وفي التلفزيون. ليش في التلفزيون؟ الاستمتاع لما نشوف لين اخر شيء. في بعض الاحيان ايضا في المسلسلات يعتمدون على النهايه لا يعتمدون على النهايات المفتوحه علشان يعملون يسوون جزء ثاني صحيح. ونحن نتعب نفسيا سنه كامله لين رمضان الجاي ليش عشان كذي عشان يضمن انك انت موجوده عنده نعم عشان انا اضمن اليوم ان المشاهد بيطالع عندي بعد تام عندي لين السنه الجايه يترياني انزين يمكن يجيني زهايمر وانسى هاي مصيبة مصيبة يقولون اشتراه المسلسل الفلاني فلان ذكت عطالي على طاري المجاملات والطعن وهالأمور هذه المشكلة حاصلة في السوشيال ميديا أيضا شو هي؟ يعني زهايمر؟ لا مو بالزهايمر لا 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 عندي زهايمر من الحين مو بالزهايمر يعني إذا بعض الانفلونسرز يكون في الشاشة شيء وفي الواقع شيء ثاني نعم. ويكون يجامل الشخص الثاني لمصلحة نعم. بعدين تستوي مشاكل بينهم وتستوي قضايا هذا الشيء وارد وموجود بكثرة وايد موجودة وايد موجود ولكن كل إناء ينضح بما فيه يعني الأشخاص فعلا المؤدبين المحترمين اللي تحس إنه ما يطلع منهم غير الخير طبعا طبعا مو بالكل يعني. مو بالكل شيء في الانفلونسرز ما شاء الله ما ولكن في كل شخص يعكس بيئته وتربيته في النهاية صح. يوم أنت تزعل لما صاحبك يخليك سلم بس عشان يطلع فعلا هذا اكبر تجرح وايد تجرح وايد صعبه جدا وحصلت تحصل وانا شفت في عيني يعني اليوم انا جبت واحد اعلمه اساسيات الشغل مالي واخلاصي وامانتي فاتح لك بابي تقعد تشوف لان كل واحد عنده اسرار في الشغل فانا اعلمك الاسرار فتشوف انت الحمى لما الواحد يتكلم وعلشان ياخذون بعد من متابعينك مو بس الاسرار ايوه علشان تسوي له منشن وريبوست ايه فاليوم انا لما اتكلم اعلمك اشياء انت تسمع مني الاشياء اللي تبغي انت تسمعها وانت تطور عليها اكثر مني صحيح فلما يقول لك والله الطالب يطلع احسن على المدرس ما كذبوا فيها هذه رب تلميذ انفاق استاذ ايوه هاي ايوه هذه لأن يشوف مخيلته كيف فعلا. هو كيف راح يطور هو راح شو يسوي فكذي فانا ازعل لما يعني فعلا. مثلا ان شخص يترك زميله سلم بس عشان يوصل للنجاح صحيح وبتسقط ما بتكمل نعم. بتطيح صحيح اللي ما يبدا بساس صح ما راح يكمل نعم صح. احمد خبرنا عن تجربتك في تصوير الاتحاد للقطارات وهذا من هذه المشروع هذا من المشاريع المميزه ومشروع منتظر من المتابعين نعم. خلال يمكن 4 سنوات طول هالفتره يقولوا لي متى راح تصور هالقطار شو صار على هذا القطار القطار هاللي راح يمتد من اخر ابو ظبي لين الفجيره والعين يعني قطار مشروع يعني وايد وايد يعني وايد قوي نعم فحصلت لي الفرصه اخيرا تواصلوا معي هم بنفسهم قالوا لي احمد انت تبى تصور كذا كذا انت طرشت لنا ايميل
وخلاص ان شاء الله التغطيه راح تستوي. انا طرت من الفرحه هني، جهزت كاميراتي وشرشت من اسبوع اتريا والله، وصلت يوم دخلت القطار، انا دوما اشوف القطار في الفيديوهات، يصورون فيديوهات بنفسهم. وصلت شفت القطار بنفسي، شفت التقنيه الحديثه اللي موجوده في هذا القطار، قطار يحمل يمكن مئات العربات. الله. قطار واحد تعرف كم عربه تشيل؟ شحن ولا افراد؟ حاليا شحن، وراح يكون في بعد هو ابو ظبي موجوده اذا ما خاب، هو موجود الحين في الرويس والسلع موجود حاليا ويتنفذ بشكل جيد، والتقنيه من افضل ما يمكن، وحتى العربات في تقنيه ان عربه وفوقها عربه ثانيه. يعني انت مثلا قول 100 عربه وفي كل عربه في اس في 200 عربه، فهذه هذا الشيء مو موجود في كثير من الدول. الكبسوله قول لي الكبسوله هذه اللي اتريق انا في دبي واتعشى الهايبر لوب. هي هذا الهايبر لوب نظام شيء جديد للعالم. ودولة الامارات دوم يهتمون بالمشاريع المستقبليه. صحيح. هذا الشيء موجود، دوم نسعى ان نكون سباقين. هي دوم يقولون يعني حكومتنا الرشيده الحمد لله، الله يحفظهم، كان له يعني هم استقبلوهم، استقبلوا الشركه وشافوا الملف قالوا شيء جميل وراح نطور. نعم. فراح يتنفذ مثلا في موانئ دبي العالميه، وراح يتنفذ في الشحن، وثم للسفر للافراد. فراح يكون في من ابو ظبي لدبي، وفي من ابو ظبي للعين. كم يمكن ياخذ، كم ياخذ لنا من دبي لابو ظبي؟ قالوا لنا 10 دقائق اذا ما خاب. ها 10 دقائق بس في الواقع. الواقع ساعتين لساعتين حسب المركز على حسب وينك. نعم. فالهايبر لوب ها راح يغير نمط اكيد. ترى اقول لك انا المواصلات يشتوي اتريق مكانين عندهم في ابو ظبي. لا لا ويكند بتصير مثلا ابو ظبي، ما تضيع الوقت في الطريق. وان شاء الله ان شاء الله نشوفه على ارض الواقع، وما في شيء اسمه مستحيل في دوله الامارات ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. بننتقل لزميلتنا عواطف، نحن بعدنا ننطر النخي. سؤالكم حلو وحاضرين ان شاء الله بيوصلكم الاكل اللي عندكم بعد حلو. يعطيك العافيه ويعطيكم العافيه. نرجع نستكمل حوارنا مع النوخذه صالح. النوخذه مره ثانيه اقول لك منورنا هنا في استديو تلفزيون الفجيره. نكمل العده، عده الصيد. الحين خلصنا من هاي، خلصنا من هذه. التعب هذا اللي شافوه تعبوا، لانهم يبوا يريحون بعد مو بكل الشغل بعد. يوم يسوون حلقات ريال النواخذ والبحاره تم هازيف مالهم، لان في حدوات بحريه وفي نهمات. نحن نتكلم عن الحدوات البحريه، عقب ما يتعبون يبون يريحون ينفس عن تعبه. قال يا الكويوسه يا الهطالي هيلي قايا يا لوبا تينوح قايا لوبا تينو وكشف نزو ليبالي هيلي برجين علي هيلو يا خوتي يا عيضيضي هيلي لا ترقد بالسيوح ورقد في ظل مبارد هيلي بين الحشا والروح هيلي بعض أمك عن عدوانك هيلي بصندوق تنشر لوح بس بنشدش يا الكندورة هيلي من خاط ومن درت هيلي قالت حسين الصورة هيلي بلب الرايح برد. هذه بس أساس شو هني المدرسة. يا المدرسة ما ليبش أهلش قروا علام عندي خبر ودريبش يا ما سهرت المنام. هذا الشغلة اللي شوفها سهروا ليه وتعبوا حتى وصل العلم والعمل. جميل. خلصنا من هذا عقب ما يريح كل واحد اختصاصه، راح العامله راح العامله صيد اليريو، كل واحد مختص بشيء. هي مو كل واحد مدوبي مدوبي وراء العوامل صيد القباب والصيئه والسواحلي هذا بروحه، وراء اليريور بعد الاختصاص بروحه. اول اليريور القرش يهاجم ارواح يقتل. اول الاولين صاروا وياه، صاروا بافكار. شو عنده قبل لا يدلي كيف شو العده اللي كان صار؟ اي ما شوفيني بسيطه بس يصيد يريور طوله 6-7 امتار ما شاء الله. انواع اليراير العقرن لا ولها اسامي هي اسامي. نعم هو ود الحي صغير هذا العقرن
العربي الأحمر، بس الأحمر مي النوايب، الثوار، السوس، وايد أنواع. شو عند الوسيلة؟ عاد هناك فيه الرماي الشاطر يعتبر القارب فيه 4-5 ميدا يروح يشوف اليرور يتابعه اللي بميدا يشوف اليرور هناك عشان الشعروفة ماله طالع أيوة. شوية فهو يشوفه وهو ما يشوفه، هو يوقف هالطريقة. الرماي فيه نوعين، في ينحز، اللي ينحز إذا اليرور قريبة نحزه، بس الرماي المحترف شو يسوي؟ يتابع يتابع مسكه أعطاه أعطاه الحبل لأنه من ضرب ربوح 70-80 باع وقف وقف قصر عليه. شو يسوي؟ يبقى الثاني والثالث. نزل شخص في هالحطبة يسمونه ميداف ولا دقل، وهاي المدقة وهو يطفي على البحر. روحنا روح خلاه يرور روح يدور ثاني. شو يسوي؟ خلاص فاخر يرور، سحب عليه سحب عليه، يوم يشوف من بين وياه مترين ثلاثة رد بس طول ليه ما يخدر ويموت، ما يموت خلاص يسحب يعني غفي عاد سحبه سحب خلاص غفي خلاص ريايل أخوك أبوك شلوه. الحمد لله الحمد لله الزمن الطيب الاتحاد وفر كل شيء، ها اللي يخ وانتصر بالبحر ويوم ريح عقا وراح ورقد عنه. اليوم الثاني يا يقول ما سكم ميت. وين حياه الاولي؟ هو ثقيل تحطونه في في البحر ينصاب نسميه ما انصاب ينصب مسافه 100 باع اللي يخ والجنا باعين ثلاثه بس ما يزيد لانه حسب البحر اللي موجود في الفجير هنا بحر عميق ازيد وخاصه انتم انصابوا باستمرارهم هي. هي. يصير عندنا واليوم الثاني والد اليريور يحط عليه بعد نفس الطريقه ولا ابوه سويت ولا كرب الكرب مقصوص يعني تتغير لليريور بس ها مقطوعه الكربه مقطوعة. اصغر تكون اصغر هي. يعني هي مقطوعه وفي حد مسم قطعها بالنص خلاها واقفه والثاني رقتها على المد مو بالطريقه هاي لا تكون هالطريقه شفتي؟ لأن البحر كم؟ الليخ كان 5-4 كم تون البحر الجنع الليخ أيوة. وخليه اسمك حتى كان عادي يضرب فيه كان عدد كبير هي كان عدد ايه كبير تضرب كل انصابه في الفجير كل انصابه. وبعد هذه هاي لا هاي الكيسه الكيسه مال السمك ما تسوي الا من العسق هي بالبحر انت ما تخاف كنت عندنا شو نسوي نحن نحافظ عليها يوم شفناها كملت حزمناها بعزق النخل نفسه هي. يكون لو صار السمك فيه ما تنطر ولو انطرت تبطلت جبنا على جناح على جناح ما تلين يعني لا لا بالبحر يكون يوم ثبته ما تلين وهذا عصام ماله اذا ما في توازن لا يطيح منها السمك أيوة. وهذا شوف المح مالها طوق اسميه مطلاي بحبل يكون مسك لو صار السمك متروس ما تفتح هي. وبالمزق الجفير الجفير اليوم شغال بالبر وبحر رأى النخل محتاج له ورأى البحر الأولي محتاج له الحين تغيرت يسيم يسيرم يا في القفة يا ما أدري إيش الحين كل شيء تغير اللي اسمه الصناديق هاي بلاستيك الحين كل شيء بالبترول الحمد لله ريحنا ريح أمهاتنا بس الأولين تعبوا تعبوا وعاشوا تعب وايد وقت الأومة تعب يوم يجيك الأومة صيد الأومة بعد مواسم يوم تجيك الأومة يرتاح يسمعني قال زينبو زينب زينبو زينبو وانا بالشكال زينب فرحان بالأمة على صيد والطير وحوم على صيد والطير وحوم على صيد خلاص من يشل الشليل طلع الناموس انت الشل انت تبغى الشل الثاني هذا يبغى كل واحد جرحني الداس في دي واخاف اللوم جرحني الداس في دي واخاف اللوم من حي كل واحد يطلع شيء مثل واحد ينا يطلع شيء اللي بخاطره اللي بخاطره مريح يتعب يضرب طبقه الفرحانين ايه ونهار 50-60-70-100 طبقه الطبقه يطلع من اليل وعقفوا وينقلوا العيال الحريم ايه حريم حريم الفرحانين كلهم موجودين ويجلب ويلوف ويخيش كان اول امه لها قيمه واليوم لهم قيمه الاول الاولين السمك ما حد ياخذ عنهم الأمة الشراء ياخذون حق الثاروي النخيل وبرا محتاجين له الأمة من أول الأمة الأمة أول ياخذوها خرسة وياخذوها للبقر اللي معه لا البقر حق قنيدة حق الفخارة الأمة يوم ما يحصل الفخارة يسوون حق الحيوانات القنيدة زينب
والقنيدة حق الهوش والغنم هذا صار. أنت تسميها قناد، إحنا نسميها شعبانة. شعبانة هي نسميها قنيدة، ما شو فرق هي؟ هو اختلاف مسميات فقط. وبس حياة كانت حلوة. إذا رفيتهم يوم واحد راع المال، أنا راع المال، أم البحارة عشرة ما ياني رفيجي تأخر عني، وصلت اللي كان المشتات السمك مو محاصلتي من نصفي أنصف السمك وأعطي أجزاء البحار والنص مالي لي من السمك أحسن سمك أودي للبحار لأني محتاج لينه، لأنه ما بيقوم المال مالي إلا بالبحار هذا، لو البحار ما ياني والتاني ما ياني والتاني منو بسيبه منو؟ صح. البحار في حاجة والنوخذ رأى المال في حاجة البحار، لأنه ما عطاه شيء ولا شيء بيزعل ما بيزعل منه، بيزعل ما بيزعل بسيبه واحد تاني بس لا أكرمه يكسبه وش يكسبه أكرمه بالكرم. الأولين كانوا طيبين بينهم الأخوة وراء النخل وياه وهو ما ينكر المعروف شريك ويا شريك شريك الوالد هو بعم هم ما ينكر المعروف لا هم شكروا علي هي بس بعد رأى النخل هو يصير ويا بحار وأحسن رطباية محطايا للنغال محطايا للنوخد راحين قال لي لو قام ما قالوا قال أول حلي وصرت اليوم متحلي شبوا جفيري وبدوا حلا غيري وتنوخدوا وقم ما كانوا بحاحيري أول بحاحير ويوم طحت أن الدور يطح طلعوا النواخذة النواخذة طلعوا من الأوليين نواخذ اليوم ما شاء الله شباب الجهاز ديرة ما بيتعلم ليه الأولين مشوا على النجم ثرية وسايج ثرية والميزان وسايج الميزان والمغيب والياه والسيل والعقرب هذا كل نجم ويعرفونهم يعرف تعلمنا منهم نحن هاي المهنة اليرو ما لحقنا ليه تعلمت من الكبار الله يرحم أحمد بن شرباتش الله يرحم والله يخلي الله إبراهيم الزوي ويخلي عبد الرحمن بن شرباتش مارسوا المهنة مارسوا الله يعافيهم إن شاء الله تعلمنا منهم نأخذ تخبرنا عن السنيار والله السنيار نحن الغوص ما لحقنا ليه بس قصصهم هالكبار اللي تعلمنا منهم السنيار موجود في دبي الخشب هذا 1500-800 وين يتجمعون في دبي حق الغوص الكبير الغوص 4 أشهر و10 أيام كلمة 4 أشهر و10 أيام مو المقصود فيها كل غوص من أول ما يقوض البحارة كلهم جالبوت ماله فوق رجوه بالبحر وطبعوه عشان يشرب ماء لأن كلفات ماشي فيبر رحي ما فيبر كله وغط سحبوه من الماء وأتشوه ودهنوه بالصل ودهنوه بالودج وخلصوه يلا اشتغلوا يا أبو الحطب ويا أبو الماء وحيا بالمير مالهم العيش والتمر ما شقان التمر والطباخ موجود والبحار واللاس موجودي ما يشتغلونها كل البحار جهز شهر كامل حتى يجهز من يخلص منه روح من رأس الخيمة لين دبي يجمعوا كل مكان واحد غوص العود هذا متى خلاص جمعوا بالتاريخ بعد تغيب الثريا ما يصير بالوقت وقت بعد غياب الثريا السنيار انطلق بالأمام انطلقوا البحار وراء الخشب كله سنيار كامل 1800 اللي وراه ما شاء الله يو الهير وكل فوزعوا يعطيك العافية ودائما دائما سوالف الأولين حلوة ما يمل منها يعطيك العافية ونحن مقدما نقول لك كل عام وانت بخير وكل عام وانت بخير خالاتي وضيوفنا أيضا مبارك نعيدكم عساكم للعيدين مقدما قال العيد لا يا نا ولا حشا ولا بالعين رينا يعطيك العافية عواطف وعيدكم مبارك يا رب خلاصي وعواطف وأيضا أنه خذا يعطيكم العافية الأوقات الحلوة والجميلة تمر بسرعة نورتنا أستاذ أحمد صالح المرزوقي بلوغر كل التوفيق لك آمين إن شاء الله إن شاء الله وأيضا نورتنا أستاذ سعيد الهرش ممثل وأيضا مخرج كل التوفيق أيضا لك وكل عام وأنتم بخير وأنتم بخير التوفيق لنا ولكم ونحيي الأمة العربية الإسلامية بهذا العيد المبارك وشيوخنا وأهالينا والناس كلهم أكيد وكل عام وأنتم بخير وأنتم بألف خير يا رب مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج جفوالة إن شاء الله بنشوفكم في برامج وايدة على تلفزيون فجيرة لكن يوم الحلقة الأخيرة من برنامج جفوالة إن شاء الله بنكمل وياهم السنة الجاية الأسبوع الجاي السنة الجاية في رمضان إن شاء الله وأكيد في نهاية حلقتنا اليوم من برنامج جفوالة بشكر كل القائمين على هذا البرنامج وأيضا الجنود المجهولين الموجودين خلف الكاميرات اللي أشرفوا على البرنامج واللي اشتغلوا يدا بيد كلنا علشان ننجح في هذا البرنامج ولا تنسون تريونا باكر في برنامج في لحظة
سوالف عيد الساعة 8:30 من الفجيرة مول، بنكون معاكم مباشرة لين الساعة 12 طيلة أيام أيام عيد الفطر المبارك. كنت بقول أيام شهر رمضان المبارك أيام أكيد عيد المبارك أيام عيد الفطر السعيد الفطر المبارك سعيد ولا مبارك؟ هو سعيد ومبارك نفس الشيء. إنزين، طيونا باكر مشاهدينا، وفي أمان الله.